السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم أصدقائي؟ شلونكم؟ شو أخباركم؟ معاكم حمزة الفاعوري من قناة ميدزيديو. معشر الصيدلة الأكارم، اليوم إن شاء الله راح نكمل في مادة الصيدلانيات. راح نبدأ اليوم في أول جزء من الدوزج فورم اللي هو ليكويد دوزج فورم. راح ندرس إن شاء الله السوليوشن، راح ندرس السسبنشن، راح ندرس الإيمالشن. خلينا نبدأ اليوم إن شاء الله بشابتر السوليوشن بالنسبة للليكويد دوزج فورم. السوليوشن كتعريف نحن بنعرف السوليوشن هو المحلول، زي اي دواء بيجي على شكل محلول او بيكون على شكل شرابات. نحن بنعرف من متعارف بين يعني في مجتمعنا انه هو عبارة عن شرابات. فشو هو السوليوشن؟ خلينا نتعرف على انواعه وخلينا نقترب منه اكثر فاكثر. بالبداية السوليوشن in pharmaceutical term solution are liquid preparation that contain one or more chemical substance dissolved in suitable solvent or mixture of mutually miscible solvent اللي هو بيكون عبارة عن aqueous أو non aqueous. في البداية خلينا نتفق انه بالنسبة للسوليوشن هو liquid preparation، زي احنا ما بنعرف انه هو عبارة عن liquid preparation. هذا liquid preparation بيحتوي على مادة كيميائية ذائبة واحدة أو أكثر من مادة، بيكون عندنا أكثر من مادة ذائبة مع بعضها البعض، ولكن الشرط أنه يكون في عندنا أنه يكونوا عبارة عن dissolved، أنه بيكونوا منحلين مع بعض بشكل كامل mutually miscible solvent، بيكون تام، يعني عندنا انحلال تام أو ذوبان تام ما بين two solution. إذا كان عندنا واحد منهم immiscible يعني ما بيذوب بالثاني، فهنا بصير في عندنا مشكلة أو ما بيكون solution، فهو بيكون suspension أو emulsion أو إلى آخره. ولكن احنا بيهمنا انه هو عبارة عن miscible chemical substance dissolved مع بعضهم البعض، بيكون في عندنا solute وبيكون في عندنا solvent بينحلوا مع بعضهم البعض. بالنسبة لل miscible solvent اللي هو المذيب او المحلول بيكون عبارة عن aqueous او non aqueous، يعني بيكون ماء او اشي غير الماء. فالمركبات او الكيميكال سبستانز اللي بتدخل في تركيبة السوليوشن راح تتبع الى القاعدة الذهبية بالاذابة اللي نحن كلنا نعرفها انه لايك ديسولفد لايك. فالاكويس راح يذوب اكويس والنان اكويس راح يذوب نان اكويس. It may be classified as oral, otic, ophthalmic or topical. طبعا بنصنف الشرابات بشكل عام الى اورالي، يعني تاخذ عن طريق الفم، او otic او ophthalmic أو توبيكال إلى آخره. طبعا هي لها أنواع راح نتعرف عليها بشكل أكثر. Certain solution prepared to be sterile and biogen free and intended for parenteral administration are classified as injection. طبعا بعض السوليوشنات المحاليل ممكن نحضرها بحيث أنها تكون هي معقمة بشكل تام وبتكون خالية من الطفيليات، من الفيروسات، او بتكون يعني بتكون معقمة بشكل تمام لحتى نستخدم احنا للبارنترال ادمنستريشن مثل الانجكشن. نعرف نحن انه بعض الحقن بتكون عبارة عن سوليوشن. Solution can be formulated for different routes of administration. طبعا نحن بنقدر نستخدم السوليوشن لأكثر من طريقة في أخذ الدواء. ممكن نستخدمهن أورالي مثل السيرب والإليكزير والدروبز، ممكن بارنترالي مثل الاي في والاي ام والسبكوتينيوس. في عندنا الماوث أو الثروت لما نستخدم عندنا الشرابات موضعيا يعني توبيكال للماوث، مثل عندنا الماوث ووشز، عندنا الجارجلز، عندنا الثروت سبراي. في كمان ممكن نستخدمهم للبادي كافيتي لتجويف الجسم، عندنا الدوشز والإنيمز والإير دروب، وعندنا النازل سبراي. في عندنا بالنسبة للسورفيس اللي هو عبارة عن توبيكال أو لوكال أدمنستريشن مثل كولويدونز واللوشن. خلينا نتعرف بعد هيك على الادفانتج والديس ادفانتج للسوليوشن. بالنسبة للادفانتج لازم نركز لانه مهمات كثير راح يجينا، مثلا انه مقارنة مثلا ما بين السوليوشن وبين السسبنشن من ناحية الادفانتج والديس ادفانتج. فلازم نركز انه شو محاسن الشرابات. طب ليش نحن عندنا مريض ممكن نعطيه شراب احسن ما نعطيه مثلا سسبنشن، او نعطيه ايمولشن، او نعطيه مثلا انجكشن، او سوليد دوزج فورم مثلا تابلت كابسول؟ ليش مثلا نحن بنفضل السوليوشن؟ لعده اسباب. اول واحد ان هو ايزر تو سولو، انه هي سهله البلع، انه الواحد بالشراب خاصه عند الاطفال الصغار لما نيجي نعطيهم مثلا شراب او نعطيهم عفوا كابسول او نعطيهم تابلت، فبنلاقي فيه صعوبه
في أخذ جرعة الدواء بالنسبة للأطفال الصغار، في صعوبة بالبلع عندهم، وحتى كمان بالأولد إيج بيبول، الناس الكبار بالسن أيضا في عندنا بيكون صعوبة في أخذ الدواء، بيكون صعوبة بالسيطرة على عضلات الجسم بشكل عام ومنها عضلات الفم، فبيكون عندنا صعوبة بالبلع بالنسبة للصغار وبالنسبة لكبار السن، فالأفضل إلهم إنه ياخذوا شرابات أو دوزج فورم على شكل سوليوشن. فهي أول شيء إنه هو سهل البلع. الأدفانتج الثاني إنه هو مور كويكلي إفكتيف ذان تابلت أند كابسول. بالنسبة للسوليوشن بيعطي فعاليته مباشرة، فهو سريع الفعالية، فما إحنا ما راح نستنى إنه مثلا والله هذا الدواء يذوب وينحل وبعدين يعطي الفعالية تبعته، لا، هو ذائب ومحلول جاهز، بس هو سواء وصل إلى المنطقة اللي راح يعمل فيها أو منطقة الفعالية راح يصير فيه امتصاص، راح يصير في عندنا effectiveness بالنسبة للدوزج فورم أو للأكتيف انجريدينت. بالنسبة للتابلت والكابسول فبدها وقت لحتى تذوب وتنحل وتطلع المادة الفعالة أو المادة الدوائية اللي موجودة ضمنها، فالتأثير تبعها بيكون أسرع من التابلت والكابسول. في عندنا الادفانتج الاخر اللي هو هوموجينيوس، therefore give uniform dose without shaking. بالنسبه لاشهر ادفانتج بالنسبه للسوليوشن هو انه هوموجينيوس، يعني بتلاقي الشراب عندك متجانس، عندك الماده الفعاله بتكون يعني بتكون متوزعه في كامل السوليوشن، فما في داعي نعمل شيكينج او نهز او نخض العلبه الدوائيه، بيكون هو متكامل. الادفانتج الرابع اللي هو ديليوت ايريتانت اكشن اوف سام دراج مثل الاسبرين اند مينيمايز ادفيرس افكت ان ذا جي اي تي. طبعا انه بيكون هو يعني التاثير التخريشي او خلينا نحكي انه الاثار الجانبيه للسوليوشن بتكون قليله. في عندنا مثلا الاسبرين اللي بيكون موجود على شكل تابلت وكبسول بيعمل يعني قرحة معدية أثر استخدامه الكبير، أو ممكن يعمل لنا مشاكل بالجي اي تي، فبيكون عندنا المشاكل اللي بتحصل من السوليوشن بتكون أقل شوية من أذر دوزج فورم، فهي ديليوت إيريتانت أكشن. هاي بالنسبة للأدفانتج. طب خلينا نتعرف إلى بعض الديس أدفانتج بالنسبة للسوليوشن دوزج فورم. أول إشي إنه هو بالكي، therefore difficult to transport and store، بيكون هو ضخم أو بيكون شوي حجمه كبير مثلاً كسوليوشن، فهذا الشيء رح يكون في عندنا صعوبة في نقل الدواء مثلاً، أو إنه إذا بدنا نخزنه مثلاً فبيكون هو بياخذ عبوات كبيرة أو بياخذ حجم معين. فأول إشي يعتبر ديس أدفانتج إله إنه هو بالكي. اثنين unpleasant taste، إنه بيكون عندنا الطعم تبعه أحياناً غير مستساغ. نحنا بنتذكر انه بعض الشرابات اللي كنا ناخذها من زمان واحنا صغار بنلاقي احيانا مر، او بنلاقي الطفل ما بيستسيغ الطعم تبعه، فبيكون الطعم او ممكن الرائحه تبعه بيكون شوي غير مستساغه او غير يعني غير محببه بالنسبه للبيشنت. بالنسبه للديس ادفانتج تبعه انه هو نيد ان اكوريت سبون تو ميجر ذا دوز، انه بيحتاج الى ملعقه دقيقه لحتى تحسب لنا الجرعه. مثلا بالنسبه للسوليوشن لما انت بدك تاخذ جرعه بيكون عندنا مثلا بيقول لنا الدكتور مثلا 15، او الصيدلي بيقول لنا مثلا 15 ميلي جرام كل جرعه، مثلا يعني مثلا حب ملعقه شاي خلينا نحكي، فبيكون في عندنا مشكله بالنسبه للجرعه، فما راح نعرف بيكون بشكل دقيق مثلا انه ناخذ الجرعه. مثل التابلت والكابسول مثلا بيحكينا انه حبة باليوم او حبتين باليوم او ثلاث حبات باليوم، خلاص معروف الجرعة تبع الحبة بتكون خلاص هي محسوبة ودقيقة، ما في داعي انه نعمل حساب مثلا انه مثلا ملعقة او ملعقتين او ثلاثة. رابع ديس ادفانتج انه هو ليس ستيبل ذان سوليد دوسج فورم، هاي اهم وحدة واهم ديس ادفانتج بالنسبة للسوليوشن، انه هي ليس ستيبل than solid dosage form. معناته خلينا ندون عندنا انه بالنسبه للسوليد دوزج فورم هي مور ستيبل ذان سوليوشن او ليكويد دوزج فورم بشكل عام خلينا نحكي، تمام؟ فالسوليد رح يتغلب على السوليوشن بانه هو مور ستيبل، يعني عندنا سوليوشن ليس ستيبل. ميجر ساين ان اوف انستابيليتي، انه شلون احنا شو بعض الاشارات اللي بتكون موجوده على السوليوشن لحتى نعرف انه هو مثلا والله فقد فعاليته او غير ثابت.
فاول شيء كلر تشينج بتغير لونه، بصير عندنا بريسيبيتيشن، بصير في عندنا مايكروبيال جروث، وبصير في عندنا كيميكال غاز فورميشن، بصير زي الفقاعات فيه بنلاحظ فيه. فبنعرف هون انه السوليوشن خلص ما عاد ينفع انه يستخدم، فبيكون فقد فعاليته في هاي الحاله. Classification of solution according to vehicle. بدنا نصنف السوليوشن حسب القوام تبعهم او حسب السولفنت المذيب للسوليوت او الاكتيف انجريديت بشكل عام. فراح يصنفوا الى aqueous solution و non-aqueous solution. خلينا نبدا بالaqueous solution. من اسمها aqueous solution معناته في عندنا homogeneous mixture، بيكونوا هو عباره عن dissolving solid liquid gas in aqueous medium، يعني منذوب يا اما solid او liquid او غاز ضمن aqueous medium. الفيكل بيكون عباره عن aqueous، يعني بيكون الوسط مائي او aqueous. خلينا نحكي عنه الفيكل، this may be water, aromatic water او extract. ممكن يكون عندنا الانواع الاكويس فيهيكل، القوام المائي ممكن يكون يا مي او اروماتيك ووتر. بالنسبه للنان اكويس سوليوشن، النان اكويس سوليوشن في عندنا عده انواع. اول شيء في عندنا الكوهوليك او الهايدرو الكوهوليك سوليوشن، مثال عليها الاليكزير راح نتعرف عليه مطولا الى الامام. وفي عندنا السبيريت كمان. في عندنا الايثرال سوليوشن، مثال عليها الكولويدن. في عندنا الجليسيرين سوليوشن، مثال عليها الجليسيريت. في عندنا الاولوجينس سوليوشن، مثال عليها اللينتمنت والميديكيت اويل والاويل فيتامين والسبراي والتوث ايك دروب الى اخره. هذول انواع النان اكويس حفظ طبعا، راح نتعرف عليهم الى الامام. فارماسيوتيكال سوليوشن، شو هي الشرابات الصيدلانيه اللي احنا بنستخدمها؟ زي ما حكينا هاي تصنيفات وهي انواع في مقسمات الى الاكويس والنان اكويس. فيما بينهم في عندنا الدوشز والانيمز والجارجل، ماوث ووش، نيزل ووش، جوسز، سبراي، اوتيك سوليوشن، انهيليشن الى اخره. بعض الانواع طبعا للحفظ راح نتعرف عليهم الى الامام. طيب راح نحكي عن الاورال سوليوشن. بشكل عام السوليوشن هو يستخدم في الصيدله لاستخدام الاورالي، يعني عن طريق الفم، فهو اسهل طريق وشائع الاستخدام اكثر من الانجكشن واكثر من اي شكل اخر. Their absorption from the gastrointestinal tract into the systemic circulation may be expected to occur more rapidly than from suspension or solid dosage form of the same medicinal agent. يعني إذا جبنا نفس المديسينال ايجنت وعملناها على شكل suspension أو على شكل dosage form، امتصاصها بالGIT راح يكون أسرع بالنسبة للأورال solution أو solution بشكل خاص من باقي الأشكال الصيدلانية الأخرى. يعني نحن يحبذ اذا بدنا ناخذ شيء عن طريق الجي اي تي انه يكون على شكل سوليوشن، لانه امتصاصه بيكون اسرع من الجي اي تي الى السيستميك سيركوليشن. سوليوت other than the medicinal agent are usually present in orally administration solution. بالغالب السوليوت لما بدنا ناخذه عن طريق الفم نعمله على شكل سوليوشن زي ما حكينا لكم. The additional agent is frequently included to provide color, flavor, sweetness and stability. احنا بنضيف على الماده الفعاله بعض العوامل الاخرى او العوامل الاضافيه اللي هي بتكون عباره عن ملونات او محسنات للطعم للستابيليتي الى اشياء اخرى راح نتعرف عليها ايضا. In formulating or compounding a pharmaceutical solution، لما بدنا نعمل او بدنا نحضر pharmaceutical solution، the pharmacist must use information on the solubility and stability of each solute with regard to the solvent or solvent system. يعني نحن بهمنا لما بدنا نعمل solution انه نركز على solubility والstability للسوليوت. بدنا نركز على هاي الشغلة، انه لما نحن بدنا نعمل solution انه نركز على solubility، ذائبية وثباتية السوليوت بغض النظر عن السوليوشن، لانه السوليوشن بالغالب راح يكون مي او اروماتيك ووتر بشكل عام، يعني ما راح يهمنا زياده. فاحنا لازم نركز على شغلتين هي السوليبيليتي والستابيليتي. Combination of medicinal or pharmaceutical agent that will result in chemical or physical interaction affecting the therapeutic quality or pharmaceutical stability of the product must be avoided. لما يصير في عندنا خلط للمواد او للسوليوت ضمن السولفنت، لازم نحن نتجنب العوامل يعني اللي بتخرب عندنا التركيبه الصيدلانيه، ولازم يصير في عندنا تشارك وتعاون ما بين السوليوت ضمن السولفنت لحتى يكون في عندنا ثيرابيتيك افكتيفنس عاليه ويكون عندنا استابيليتي عاليه. فاحنا لازم ننتبه الى موضوع الكومبينيشن للميديسينال ايجنت،
الحالة الفيزيائية أو الكيميائية اللي راح تتكون عندنا لحتى ما يأثر على السوليوبيليتي ولا يأثر على الاستابيليتي. Given by the novice Whitney equation في عندنا معادلة للسوليوبيليتي درسناها أو للديسوليوشن ريت بشكل عام درسناها في الشابتر السابق اللي هي بتحكي دي سي على دي تي تساوي A على H ضرب دي سي S ناقص C. طبعا هاي الرموز احنا تعرفنا عليها بالفصل بالشابتر الماضي. هاي تحكي لنا عن الديسوليوشن او الذوبان بالنسبه لهاي الماده او لاي ماده ضمن السولفنت، ما راح نحكي عنها مره ثانيه. From the equation how to enhance the solution rate، كيف نحن بدنا نحسن من السوليوشن ريت او الديسوليوشن ريت او الديسولفينج، يعني كيف بدنا نحسن من ذائبيه المواد ضمن السولفنت. اول اشي من المعادله بيكون في عندنا بالبسط ال A فهو عباره عن السيرفيس اريا للسوليد، فاحنا لما نزيد البسط راح يزيد عندنا الديسوليوشن ريت، فلما نزيد السيرفيس اريا بنزيد من السوليوبيليتي او بنزيد من السوليوشن ريت. هذا الشيء بيتم عن طريق تقليل البارتيكل سايز، يعني بنزيد السيرفيس اريا عن طريق ديكريز بارتيكل سايز. بالمقابل في عندنا الثيكنس اوف ستيجنت لاير، لما نعمل نحن لما ننتبه للثيكنس تبع اللاير راح نقلل هذا الثيكنس عن طريق ستيرنج ريت عن طريق تحريك السوليوشن او تحريك الميكستشر. بدنا نزيد الساتوريشن سوليوبيليتي، شلون بنزيد الساتوريشن سوليوبيليتي؟ If the drug has different polymorphs the metastable polymorph usually has higher solubility. فالشكل السوليوت اللي بيكون على شكل ميتاستيبل بوليمورفس هو عباره عن بيكون له سوليوبيليتي عاليه، فهذا هو اللي بنستخدمه. بنقلل الفيسكوسيتي عن طريق الديفيوجن كوفيشنت دي از انفيرسلي بروبوشنال تو ذا فيسكوسيتي، فكلما زادت الفيسكوسيتي بيقل دي وبالتالي بيقل السوليوشن ريت، كلما قلت الفيسكوسيتي راح يزيد في عندنا الدي ديفيوجن كوفيشنت راح يزيد عندنا السوليوشن ريت او الدي سوليوشن ريت. Chemical modification of the drug into salt form is frequently used to increase solubility. كمان درسنا بالشابتر الأول إنه تحويل المواد الصيدلانية أو تحويل المركبات إلى الشكل على شكل أملاح موجب وسالب، يعني شوارد ترتبط مع بعضها، هذا الشيء راح يزيد من السوليبيليتي. ففي عندنا الأدوية اللي بتكون على شكل قاعدي أو بتكون على شكل حمضي، طبعا هاي الجداول للحفظ بس نحفظ أول عمود، إنه مثلا الأدوية اللي بتكون قاعدية بيسك هي أمثلة عليها، وهي عندنا الأدوية اللي بتكون على شكل أسيديك. شو ممكن نعمل نحن لحتى نزيد السوليوبيلتي اللي احنا قلنا بدنا نركز عليها مشان نعمل good solution؟ أول شيء adjustment of the pH of the solvent to enhance solubility، زي ما حكينا إنه نضبط الـ pH لحتى يتحسن عندنا السوليوبيلتي. طبعا pH solvent لازم نركز pH solvent، فإذا كان عندنا weak acid بنرفع الـ pH وإذا كان عندنا weak base بنقلل الـ pH. Small increases in the solubility can be accomplished by particle size reduction. لما نقلل من البارتيكل سايز هذا الشيء راح يزيد عندنا من السوليبيليتي. ممكن استخدام كوسولفنت، ممكن نعمل كومبلكسيشن عن طريق السايكلودكستريم. طيب سولفنت فور ليكويد بريبريشن، شو هن السولفنت اللي نحن ممكن نستخدمها؟ هسه متعرف عليهم، بس خلينا نحكي شوي على اختيار السولفنت. السولفنت المناسب لازم يتم اختياره عن طريق لازم يعني ناخذ بعين الاعتبار بعض الامور. السوليوبيليتي تكون في عندنا سوليوبيليتي عاليه للسوليوت فيها، السلاريتي، لو توكسيسيتي، الفيسكوسيتي والكومباتيبيليتي وذ اذر فورمولاتيف انجريديانت، الكيميكال انيرتنسس، البالاتيبيليتي والاودر والكلر والايكونومي الى اخره. هاي بعض الامور اللي نحن ممكن ناخذها بعين الاعتبار بالنسبه لاختيار السولفنت. طيب شو هن السولفنت اللي نحن ممكن نستخدمهن بالليكويد بريبريشن؟ في عندنا البيوريفايد ووتر، في عندنا الفيكسد اويل، الكحول، ديليوتد الكحول، رابينج الكحول، جليسيرين، والبرو بايلين جلايكول. خلينا نبدا باسهل واحد واولهن اللي هو عباره عن الووتر واللي هو منتشر اكثر شيء. بالنسبه للووتر، in most instance water is the preferred solvent because it comes closer to meeting their criteria than other solvent. طبعا في بعض الخصائص اللي بتخص الووتر الماء بتكون مفضله على بعض السولفنت الاخر. الادفانتج بالنسبة لها ان هو تيستلس، اودرلس، ليك اوف فارماكولوجيكال اكتيفيتي، ناتشورال اند فيري تشيب.
طبعا هاي بعض الخصائص للماء، اكيد انه هو رخيص، وانه ما بيكون في عندنا اي فعالية بالنسبة او اي نشاط فارماكولوجي بالنسبة للمي، هي عبارة عن انرت خامل بيكون، او مش خامل، خلينا نحكي انه ما بيكون في عندنا يعني تفاعلاته مش كثير نشيطة. في عندنا odorless tasteless، اكيد لا طعم لا لون لا رائحة. when water is used as the primary solvent، انه بالغالب نحن بنستخدمه كسولفنت اساسي او اولي، وممكن ببعض الاحيان ممكن نستخدمه هو كو سولفنت او اوكسيلياري سولفنت. is also employed to augment the solvent action of water or contribute a product chemical or physical stability. ممكن نستخدم الماء او بعض المكونات الاخرى اللي بتكون هي مساعده للماء، ممكن الكحول الجليسيرين والبروبيلين جلايكول، هذول مشان يزيدوا عندنا الاستابيليتي للميكستشر او البريبريشن. بالنسبة للبيوريفايد ووتر اللي هو الماء المقطر او الماء المعقم، ordinary drinking water from the tap is not acceptable for manufacture of most aqueous pharmaceutical preparation or for the extemporance compounding of prescription. طبعا الماء اللي بناخذه عن طريق الحنفيه او ماء الحنفيه بنحكي عنه او الماء الشرب، طبعا هو غير يعني غير مقبول بالنسبه للصناعات الصيدلانيه، نحن ما بنستخدمه للصناعات الصيدلانيه اكيد، نحن بنستخدم الماء المقطر، بنستخدم الماء المعقم. ف because of the possible chemical incompatibility between dissolved solid and the medicinal agent being added. طبعا هذا الشيء بسبب انه يكون عندنا احتمال حصول عدم تجانس او عدم توافق ما بين التاب ووتر مع المواد اللي نحن بنحطها او الاكتيف انجريدينت او الميديسينال ايجنت. فعشان هيك نحن بنستخدم ما يسمى بالبيوريفايد ووتر، الماء المقطر او الماء المعقم. بيوريفايد ووتر يو اس بي از اوبتيند باي ديستيليشن او الايون اكستشينج تريتمنت او ريفرس اوسموسيس اور اذر سويتابل بروسيس. طبعا نحن بنحصل على البيوريفايد ووتر عن طريق التقطير، عن طريق الايون اكستشينج تريتمنت، عن طريق الاسموزيه العكسيه، او عن طريق بعض يعني الطرق الاخرى اللي نحن ممكن نحصل فيها على البيوريفايد ووتر. طبعا هاي تقنيات يستخدموها للحصول على البيوريفايد ووتر. has fewer solid impurities than ordinary drinking water. طبعا drinking water عفوا، فاكيد بما انه صار في له بعض العمليات مثل distillation او الايون اكستشينج فهو راح يكون الشوائب فيه قليله. when evaporated to dryness it must not yield more than 0.001 of residue. طبعا لما يصير في عندنا له تبخير فهو ما راح يظل منه اي شيء، او بقايا ما راح يظل من بقايا شيء. purified water USB intended for use in the preparation of aqueous dosage form. زي ما حكينا انه نحن بالدوزج فورم الاكويس نستخدم purified water. water for injection bacteriostatic water for injection. في عندنا sterile pyrogen free water for injection is used for injection. طبعا الحقن نستخدم انواع من الماء مخصصة مثل bacteriostatic مثل sterile pyrogen، هذول نستخدمهم بالنسبة للانجكشن. النوع الثاني من انواع السولفنت اللي نحن ممكن نستخدمه هو عبارة عن الفيكسد اويل اللي هو الزيوت غير المتطايرة. A number of fixed oils such as corn oil, cotton seed oil, bunwheat oil, والسيسم oil are useful solvent particularly in the preparation of oleaginous injection. بالنسبة للحقن بعض انواع من الحقن اللي هي بتكون oleaginous نحن بنستخدم لها بعض السولفنت اللي بيكون على شكل فيكسد اويل مثل الكورن اويل اللي هو زيت الذرة، زيت القطن، زيت الفول السوداني مثلا، او زيت السمسم. هذول بعض الانواع من الزيوت اللي تستخدم على شكل سولفنت بالنسبة للبريبريشن بتكون على شكل اوليجينوس انجكشن. الاي ام بالنسبة للاي ام انجكشن بيكون في عندنا رابيد ابزوربشن فروم اكويوس سوليوشن، بيكون في عندنا slow absorption from non-aqueous solution. طبعا الحقن اللي تستخدم على شكل IM راح يكون في لها امتصاص اسرع بالاكويوس solution وامتصاص اقل بالoil solution. هذا الشيء بيعتمد على نوع الانجكشن، يعني نحن لما بدنا نعطي انجكشن على شكل IM راح نستخدم لها aqueous solution، اما بالنسبه للIV انجكشن او subcutaneous injection راح نستخدم لهن ما يسمى بالnon aqueous او الاويل solution. فبيكون عندنا
حسب سرعة الامتصاص أو حسب الأكشن أو المكان اللي رح نعمل فيه إنجكشن. بعد هيك رح ننتقل إلى الكحول اللي هو يختصر أو يصنف إلى الإيثيل الكحول أو الإيثانول. Next to water, alcohol is the most useful solvent in pharmacy. بعد الووتر رحنا نستخدم الكحول لأنه أكثر استخداما أو أكثر شيوعا بالنسبة بعد الماء. It's used as primary solvent for many organic compounds. يستخدم كمذيب أولي لبعض المواد العضوية. Together with water, it forms hydroalcoholic mixture that dissolves both alcohol soluble and water soluble substance. طبعا لما نخلط المي مع الكحول رح يعطينا ما يسمى بالهايدرو الكحوليك، فهو بيكون انفيباثيك، يعني بيذوب عندنا المي وبيذوب عندنا الكحوليات. الكحول يو اس بي از 94.9% تو 96 من الايثانول باي فوليوم when determined at 15.56 سيليزيوس. يعني هاي تركيبة الكحول بيكون مكون من 94، يعني من 95 ل 96% من الإيثانول. Dehydrated alcohol contain not less than 99.5% من الإيثانول by volume and used when an essentially water free alcohol is desired. بنستخدم الديهايدريتد الكحول لما يكون في عندنا بشكل اساسي ووتر فري الكحول، بيكون نسبة الايثانول فيها مش اقل من 99.5% من المركب. طبعا هاي النسب للحفظ اكيد. Certain drugs are insoluble in water and must be dissolved in alternative vehicle. بشكل عام عندنا بعض الادوية بتكون غير ذائبة في الماء، فاحنا لازم نوجد طريق ثاني او سولفن ثاني لحتى تذوب فيها، عشان هيك نحن بنستخدم عندنا الكحول. Alcohol is often preferred because of its miscibility with water. بيكون في عندنا ذائبية ما بين الكحول والماء، فهذا الشيء مستفيد منه للمركبات، انه بيكون عندنا المركب ممكن يذوب بالماء وممكن يذوب بالكحول. Its ability to dissolve many water insoluble ingredients including drug substance, flavor and antimicrobial preservative. انه قدرته على إذابة بعض المواد الأخرى اللي ما بتذوب بالماء، مثل المواد الصيدلانية ممكن أو المواد الدوائية ممكن اللي ما بتذوب بالماء ممكن تذوب بالكحول، ممكن بعض المحسنات الطعام أو الأنتي مايكروبيال المواد الحافظة اللي بتمنع للبكتيريا أو نمو البكتيريا. Alcohol is frequently used with other solvents such as glycol and glycerin to reduce the amount of alcohol required. ممكن نحن نستخدم مع الكحول بعض السولفنت الآخر اللي هو الجلايكول أو الجليسيرين لحتى نقلل من كمية الكحول المستخدمة. It is also used in liquid product as an antimicrobial preservative alone or with parabens, بنزويت أو سوربيت. طبعا ممكن نستخدم الكحول كمادة حافظة لوحده أو ممكن مع مواد أخرى مثل البارابنز والبنزويت والسوربيت. And desired pharmacological action and potential toxic effect of alcohol when ingested in pharmaceutical product, particularly by children. طبعا لا يستحسن انه نستخدم الكحول بسبب التوكسيك افكت، التأثير السمي له لما ناخذه عن طريق الفم مثلا او عن طريق الجي اي تي، فهذا الشيء ممكن يسبب عندنا مشاكل وخاصه بالنسبه للاطفال، فهو لا يحبب او لا يستحسن انه يؤخذ عن طريق الاورال. Thus in the US Food and Drug Administration اللي هي FDA، منظمه الاف دي اي has proposed that in so far as possible manufacture of over the counter oral drug product restrict the use of alcohol and include appropriate warning in the labeling. طبعا ال FDA عملت تقييد لاستخدام هاي المواد او المنتجات اللي بتكون داخل فيها الكحول بنسبة يعني بنسبة لا بأس فيها، فلا حتى استخدامه orally او OTC over the counter بالنسبة لبعض المنتجات اللي بتحتوي على الكحول. For OTC oral product intended for children under 6 years of age, the recommended alcohol content limit is 0.5%. الأطفال اللي بيكونوا تحت ما دون سن 6 سنوات لازم يكون في عندها نسبة الكحول فيها
يعني اقصى حد 0.5%، يعني نص بالمية. children من 6 الى 12 سنة من العمر لازم يكون في عندنا نسبة الكحول حوالي 5%، اما بالنسبة للchildren فوق ال 12 بيكون حوالي 10%. فهذا التقييد عملته منظمة الـ FDA بالنسبة للمنتجات الصيدلانية ونسبة الكحول ضمن المنتج. بعد الكحول في عندنا منتج اللي هو diluted alcohol is prepared by mixing equal volume of alcohol and purified water. نجيب نفس الكمية من الكحول ومخلطة مع الماء، أو بنفس الكمية من purified water. The final volume of such mixture is not the sum of the individual volume of two components because the liquid contract upon mixing. The final volume is generally about 3% less than what would otherwise be expected. يعني لما نحن نخلط الكحول مع المي بنفس الكمية، نتيجة هاي الخلط الحجم النهائي ما راح يكون هو نفس حجم مجموع الحجمين، لأنه أثناء الخلط the final volume بيكون أقل بنسبة 3% من اللي نحن بنتوقع، ويعني بتكون حوالي 49% بالنسبة لكل مادة. فبيكون عندنا يعني هاي شغلة حسابات وما حسابات أو شغلات نظرية خلينا نحكي عنها. Diluted alcohol is useful hydroalcoholic solvent in various pharmaceutical process and preparation. طبعا الديلوت الكحول هو يعني يستخدم في صناعة أو الhydroalcoholic solvent بالمنتجات اللي بتكون عبارة عن مذيبات للكحول وللمي سوية. بعد الديلوتد الكحول رح ندرس ما يسمى بالإيثيل الكحول أو الرابينج الكحول. هاي المادة أو هذا المركب رح يحتوي على تقريبا 70% من الإيثيل الكحول. لازم نحفظ الصياغ أو نحفظ النسبة، فرح يحتوي على 70% من الإيثيل الكحول by volume. The remainder consisting of water، الباقي رح يكون عبارة عن مي. ممكن يكون في عندنا إضافة إلى ذلك الديناتورانت with or without color additive أو perform oil أو stabilizer، إن هي المواد اللي ممكن تعطي اللون، ممكن تعطي الرائحة، ممكن أو الطعم، او خلينا نحكي الستابيلايزر اللي هي اللي بتحافظ لك على الثباتيه. must contain saccharose octacetate or denatonium benzoate bitter substance that discourage accidental or abusive oral ingestion. طبعا هذا المركب لازم يحتوي بالاضافه الى ذلك بعض المركبات مثل السكروز اوكتاسيتيت وهي المواد اللي موجوده ضمن البرودكت. The product is volatile and flammable. بالأكيد بما أنه هو كحول فهو راح يكون متطاير، راح يكون قابل للاشتعال. And should be stored in a tight container remote from fire. لازم نحفظه في علبة بتكون محكمة الإغلاق لحتى نتجنب التطاير تبعه، ولحتى أنه يكون بعيد عن النار. It's employed as، نحن ممكن نستخدمه أو نوظفه في عدة أمور. أول شيء ممكن نستخدمه هو كروب efficient externally and as soothing rub for bedridden patient. يعني هو بنستخدمه من أجل التعقيم أو من أجل المسح، يعني زي ما بنحكي مثلا في عندنا المرضى اللي بيكونوا مقيمين على سرير بشكل دائم، فلحتى نتجنب التقرحات، نتجنب مثلا البكتيريا أو يعني أنه يتوسخ مكانه، فإحنا بنستخدم الرابينج الكحول. ممكن جيرميسايد فور إنسترومنت، أنه هو إحنا ممكن نعقم فيه الأجهزة أو ننظف فيه الأجهزة. سكين كلينزر بيريور تو إنجكشن، طبعا نستخدمه من أجل تنظيف الجلد لحتى قبل ما نستعمل الإنجكشن الحقنة. vehicle for topical preparation، انه ممكن يكون يستخدم بشكل اساسي كفيهيكل لبعض التحضيرات اللي بتكون موضعيه للدهون مثلا على الجلد، بعض الكريمات، بعض المراهم ممكن نستخدم فيها الرابينج الكحول كفيهيكل. بعد هيك في عندنا بالاضافه الى الرابينج الكحول اللي هو من نوع ايثيل الكحول، في عندنا الايزوبروبيل الكحول. بيحتوي على 70% من الايزوبروبيل الكحول. The remainder consisting of water without with or without color additive stabilizer and perform oil. نفس التركيبة، ولكن هون عندنا المركب الأساسي هو عبارة عن ايزوبروبيل. طبعا يستخدم الاستخدام الخارجي زي ما اتفقنا، انه اي شيء فيه نسبة كحول عالية ممنوع انه يستخدم ك
في المسالك الهضمية أو الاستخدام الداخلي، فقط الاستخدامات الخارجية مثل التنظيف والتعقيم والتغسيل أو إلى آخره. روبي فيشانت زي ما حكينا، سوثينج راب زي الإيثيل الكحول، تقريبا نفس الاستخدامات، إنه هو فيهيكل للتوبيكال برودكت. هسا عندنا آخر نوع من أنواع السولفنت اللي نحن ممكن نستخدمها ضمن السوليوشن اللي هو الجليسيرين. عندنا صيغته موجودة CH2OH CHOH CH2OH اللي هو نفسه الجليسيرول. إذا الجليسيرين وفي له تسمية ثانية تسمى بالبولي أويل. بولي أويل is a clear syrupy liquid with a sweet taste. طبعا هو يعني عبارة عن محلول شرابي بيكون ما له لون، بيكون زي المي ولكن بيكون ألزج شوية. نحن بنعرفه ونستخدمه بالبيوت ويكون له بعض طعم حلو sweet taste. It is miscible with both water and alcohol. طبعا هو بيذوب بالمي وبيذوب بالكحول. As a solvent it's comparable with كحول but because of its viscosity solute are slowly soluble in it unless it is rendered less viscous by heating. طبعا التوافق ما بين الكحول وما بين الجليسيرين بيكون جيد اذا استخدمنا الجليسيرين كسولفنت، ولكن بالنسبة للفيسكوسيتي اللزوجة العالية للجليسيرين بيخلي التفاعل ما بينهن او ما بين السوليوت مع السولفنت بيكون شوي بطيء بالنسبة للميكسشر لانه بيكون عند الفيسكوسيتي عالية. فنحن نستبدل هذا الشيء بانه نعمل زيادة لدرجة الحرارة لحتى نقلل من اللزوجة. Glycerin has preservative qualities and is often used as a stabilizer and an auxiliary solvent in conjugation with water or alcohol. بشكل عام الجليسيرين هو عبارة عن preservative، يعني كمادة حافظة، هو يعتبر كمادة حافظة، ممكن يكون نستخدمه كستابيلايزر وممكن يكون auxiliary solvent إن هو بيكون عبارة عن محلول مساعد للمي أو للكحول. فإذا استخدامات الجليسيرين رح تكون هي preservative، مادة حافظة أو مانعة، في عندنا ستابيلايزر، وممكن يكون هو عبارة عن auxiliary solvent. لازم نركز على بعض الخصائص أو الاستخدامات العامة للسولفنت، فكل سولفنت على حدة نميز إنه هو شو بيستخدم. زي مثلا قلنا الكحولات نستخدمها للاستخدامات الخارجية، لازم يكون معروف النسب. الجليسيرين زي ما حكينا هسه شو ممكن نستخدمها، وعندنا الووتر مين بنستخدم، البيوريفايد ولا مش البيوريفايد. في عندنا بالنسبة للفيكست اويل شو هي انواع الفيكست اويل. It's used in many internal preparation، ممكن نستخدمه للانترنال preparation ما في اي مانع. بعد هيك في عندنا سولفنت اخر اللي هو البروبيلين جلايكول. هو عبارة عن viscous liquid miscible with water and alcohol، بيكون ذائب بالمي وبالكحول. It's useful solvent with a wide range of application and frequently substituted for glycerin in modern pharmaceutical formulation. هو يستخدم كبديل للجليسيرين في الصناعات الصيدلانية الحديثة، هو له استخدامات شائعة وواسعة أفضل من الجليسيرين كونه الخصائص تبعيته ممكن نتحكم فيها، وهو يعني ممكن نتحكم بالفيسكوسيتي تبعه أسهل من الجليسيرين بدل ما نسخنه بدل ما نزيد درجة الحرارة لحتى نعمل توافق ما بين زي ما حكينا قبل شوي الكحول وما بين الجليسيرين. هيك بنكون خلصنا أنواع السوليوشن أو أنواع السولفنت ضمن عمل السوليوشن أو ضمن طريقة تحضير السوليوشن. بعد هيك راح نشوف شنو الطرق اللي نحن ممكن نعمل فيهن السوليوشن. Preparation of solution. Method of preparation of solution. طبعا عندنا الطرق اللي نحن ممكن نستخدمها لحتى نكون عندنا solution. عندنا رقم واحد اللي هو simple solution. في عندنا solution by chemical reaction وعندنا solution by extraction. راح نبدأ بأول واحد اللي هو simple solution اللي هو المحلول البسيط. Solution of this type are prepared by dissolving the solute in a suitable solvent by stirring or heating. طبعا هاي الخطة أو هاي الطريقة الأولى البسيطة اللي هي نحن منجيب السوليوت المذيب والمذاب ونخلطه مع بعض ومنحرك أو من نرفع درجة الحرارة فبصير في عندنا solution. The solvent may contain other ingredients which stabilize or solubilize the active ingredient. Example, solubility of iodine is 1 إلى 2950 in water. However, it's dissolved in presence of Ki due the formation of more soluble polyiodides. طبعا ممكن السولفنت يحتوي على مواد أخرى زي ما حكينا اللي هن stabilize أو solubilize، مواد بتحافظ على الثباتية للميكستر
او للسوليوشن وبعض المواد اللي ممكن تزيد من الذائبيه. فعندنا من ذائبيه الاكتيف انجريدينت، طبعا السوليوبيليتي للايودين في عندنا مثال اللي هي ذائبيه الايودين هي 1 الى 2950 من الماء. It's dissolved in presence of Ki. نحن بنكون عندنا احد مركبات الKi بتكون موجود ضمن الفورميشن لحتى تزيد من السوليوبيليتي بالنسبه للايودين ضمن الووتر. Solution by chemical reaction، الطريقة الثانية للpreparation of solution عندنا طريقة تحضير solution عن طريق التفاعلات الكيميائية. This solution are prepared by reaction two or more solute with each other in suitable solvent. Example عندنا calcium carbonate and lactic acid used to prepare calcium lactate mixture. طبعا هون بصير في عندنا تفاعلات كيميائية بالنهاية رح تعطينا المحلول. في عندنا أمثلة عليها اللي هي الكالسيوم كربونات مع اللاكتيك أسيد بيعطينا لحتى نحصل على الكالسيوم لاكتيت عن طريق تفاعل كيميائي. فنحن ممكن نحفظ هذا المثال انه عبارة عن chemical reaction بيعطينا اخر شيء solution. الطريقة الثالثة اللي هي solution by extraction عن طريق الاستخراج، نحن ممكن نستخرج solution من ضمن مركب او معدة مركبات. Plant or animal product، المنتجات الحيوانية والنباتية ممكن نستخلص منها solution. Are prepared by suitable extraction process، في عندنا عملية استخراج أو استخلاص. Preparations of this type may be classified as solution but more often are classified as extractive. Extractive will be discussed separately. طبعا اللي نحن مستخرجهن من هاي النباتات أو الحيوانات نحن منصنفهن كسوليوشن، ولكن ممكن بالغالب انه ما يصنفوا محاليل، هم يصنفوا مستخرجات، فاحنا بنقول مستخرجات حيوانيه او مستخرجات نباتيه، فهذول بيصنفوهم تصنيف لحال. طيب بنوصل لاهم نقطه بشابتر السوليوشن واوسع نقطه واكثر نقطه لازم نحن نكون مركزين فيها اللي هن الاديتيف. شو هن الاديتيف اللي نحن ممكن نضيفهم على السوليوشن؟ في عندنا اول شيء اللي هو البفرز to resist any change in pH. معروف انه المواد بتحافظ على البي اتش اللي هي البفر المنظمات لحتى تمنع التغير بقيمه البي اتش. فاول اديتيف عندنا هو عباره عن البفرز. في عندنا الايزوتونيسيتي موديفايرز، في عندنا السوليوشن فور انجكشن ابليكيشن تو ميوكوز ميمبرين، وفي عندنا لارج فوليوم اوف سوليوشن فور اوفثالميك ابليكيشن. طبعا بنستخدم هذول المواد بشكل خاص للانجكشن والميوكاس ممبرين الأغشية المبطنة للتجاويف، وفي عندنا بيستخدم بشكل كبير للمحاليل اللي بتستخدم للقطرات العينية مثلا. فلازم يكون في عندنا ايزوتونيسيتي موديفاير لحتى نحافظ على الاوزموتيك بريشر، ما يكون في عندنا تغير بالاسموزية، والا رح يصير في عندنا اختلال بالاعضاء اللي ممكن نستخدمها. مثلا العين اذا استخدمنا قطرة كانت هاي القطرة مثلا الأسموزية إلها عالية، فرح يصير في عندنا اختلاف ما بين أسموزية القطرة وما بين أسموزية الفلويد اللي موجود ضمن العين، فرح يصير في عندنا انفجار للأوعية أو انفجار للشرايين أو أي حتى لكرة العين نفسها نتيجة اختلاف الأسموزية ونتيجة الأكتيف ترانسبورت والباسيف ترانسبورت. فهذا الشيء ممكن يحافظ عليها اللي هو ايزوتونيسيتي موديفاير، إنه بيضبط الايزوتونيسيتي من أجل الأسموزية. Most widely used isotonicity modifier as dextrose and NaCl. طبعا هذول المستخدمين كايزوتونيسيتي موديفاير، لازم نحفظ المثال انه الدكستروز والNaCl هم عبارة عن مثال عن isotonicity modifier. طيب بعد هيك في عندنا الفيسكوسيتي انهانسمنت اللي هو محسن اللزوجة. في الغالب نحن يعني بنحتاج انه نقلل اللزوجة، ولكن في المنتجات الصيدلانية نحن بنحتاج انه يكون المنتج more viscous. مش دائما نحن نحتاج انه نقلل اللزوجة، ممكن احنا نحتاج انه نزيد اللزوجة. ليش؟ طيب نحكي عن التوبيكال سوليوشن اللي بيكون طبيعته اكويس، بيكون بيعتمد على اكويس بيست. طبعا هذا صعب انه نستخدمه على السكن او ممكن نستخدمه ضمن الاي. ليش؟ لانه اذا جبنا مثلا المركب وكان هو عبارة عن طبيعة مائية وبيكون الفيسكوسيتي لها قليلة، فاذا بدنا نحطه على الجلد موضعي بدنا ندهن مثلا منه الجلد او مثلا انه يعني نخسر الماده الدوائيه، او بشكل اساسي ما يكون في عندنا انه طبيعه الجلد بتكون هي عباره عن طبيعه زيتيه ما بتقبل الاكويس، ولكن بشكل اساسي بيكون عندنا الفيسكوسيتي قليله.
فنحن بنزيد هاي الفيسكوسيتي لحتى يكون في عندنا مجال اكثر لانه الماده الدوائيه تبقى على الجلد او ضمن العين مثلا لحتى يصير في لها امتصاص او عبور الى داخل الجسم. Therefore low concentrations of gelling agent are added to increase the viscosity of the product. فنحن في هاي الحاله بنستخدم ما يسمى بالجيلينج ايجنت لحتى يزيد من الفيسكوسيتي. زي ما حكيت لكم نحن مش بكل الاحيان نستخدم تقليل الفيسكوسيتي، نحن هنا بدنا نزيد الفيسكوسيتي فمستخدم ما يسمى بالجيلينج ايجنت. يعني الجيلينج ايجنت هو عبارة عن فيسكوسيتي انهانسمنت او مثال عنها. هسا بدنا ندرس البريزيرفاتيف، هنا النوع الرابع من انواع الاديتيف. نحن درسنا اول شيء البافرز، بعدين الايزوتونيسيتي موديفايرز، بعدين الفيسكوسيتي انهانسمنت. بالنسبه للبريزيرفاتيف اللي هي المواد الحافظه، مرقنا على كثير من المواد او المركبات وكنا نقول عنهم انه هذول يستخدموا كبريزيرفاتيف. طيب خلينا نقترب منهم ونعرف شو هنا البريزيرفاتيف. Solution may become contaminated for number of reasons. ممكن يصير في عندنا تلوث للسوليوشن لعدة أسباب. أول إشي بالنسبة للرو ماتيريال used in manufacture of solution are excellent growth media for bacteria substance such as gums, dispersing agent, sugar and flavor. طبعا هذول اللي نحن ممكن المواد الأولية اللي بنضيفهم على السوليوشن ممكن أو يعني لما نضيفهم خلال التصنيع ممكن تكون بيئة مناسبة لنمو البكتيريا، مثل عندنا الجمز وعندنا الشوجرز أو الفلافرز إلى آخره. فأول إشي عندنا الرو ماتيريال، المواد الأولية اللي نحن نستخدمها من الصناعة ممكن تكون في عندنا هي بيئة لنمو البكتيريا. هاي واحد. اثنين، الإكويبمنت والإنفايرومنت and personal contribute to product contamination. ممكن المعدات اللي نحن مستخدمها أو البيئة اللي احنا قاعدين نصنع فيها أو نفس الشخص ممكن يكون هو ينقل بعض الcontamination للتلوث للبرودكت. Consumer use may result in the introduction of microorganism. طبعا استخدام الزبون أو المريض للعينة أو للسوليوشن ممكن يهيئ الظروف لحتى يصير في عندنا microorganism contamination تلوث. فهذا الشيء بيعنينا لحتى انه نحن نضيف بريزيرفاتيف لحتى لهذا المنتج لحتى انه يقضي على الكونتامينيشن او يحافظ لنا عنه ضد الكونتامينيشن بالنسبه للمايكرو اورجانيزم. طيب البريزيرفاتيف شو لازم توفر فيه الشروط؟ اول شيء لازم يكون في عندنا افكتيف اجنست ا وايد سبيكترم اوف مايكرو اورجانيزم، انه يكون هو فعال ضد كميه كبيره او انواع كثيره من المايكرو اورجانيزم لحتى يكون هو جود بريزيرفاتيف. ثاني شيء ستيبل فور اتس شيلف لايف، لازم يكون عندنا ثابت او يكون عندنا يعني حافظ على فعاليته خلال مده حياه هاي الدواء او علبه الدواء. فاذا ما كان عندنا هذا بريزيرفاتيف فعال او ثابت او ستيبل فراح يصير له تخريب وبالتالي راح يفقد فعاليته وبالتالي ما راح نستفيد منه ضمن البرودكت. ثالث إشي طبعاً بما أنه هو يقضي على الكونتامينيشن ويقضي على الميكروورجانيزم أكيد لازم ما يكون هو توكسيك أو سينسيتيزينج، أنه بيكون بسبب حساسية أو أنه بيكون سام بشكل أساسي، ولازم يكون كومبيتبل with the ingredient in the dosage form. أكيد لازم يكون في توافق ما بين البريزيرفاتيف اللي احنا مستخدمه وما بين المركبات الداخلية في تركيب السوليوشن. وآخر إشي بيكون free of taste and odor، أنه ما بيكون له لا ريحة ولا أي طعم لحتى ما يأثر على البرودكت. طيب the preservative may be used alone or in combination to prevent the growth of microorganisms. طبعا المواد الحافظة اللي احنا ممكن نستخدمها ممكن نستخدمها لحالها او ممكن تكون هي مشتركة مع مواد اخرى لحتى تشكل لنا لحتى تمنع نمو البكتيريا. طيب اول نوع واشهر نوع من انواع البريزيرفاتيف اللي هو الكحول. في عندنا بالنسبه للكحول عندنا نوعين، الايثانول والبروبيلين جلايكول، هذول درسناهم كزولفنت ونحن حكينا انه ممكن نستخدمهم از بريزيرفاتيف. بالنسبه للايثانول is useful for preservative when it is used as solvent it needs a relatively high concentration، لازم يكون اكثر من 10% to be effective. طبعا بالنسبه للايثانول انه هو بيكون عبارة عن بريزيرفاتيف لما نستخدمه كسولفنت، لازم تكون نسبته عالية اكثر من 10%. بروبيلين جلايكول also used as solvent in oral solution and topical preparation. It can function as a preservative in the range of من 15 ل 30%.
it's not volatile like ethanol. بالنسبة للبروبيلين جليكول بنستخدمه احنا كسولفنت من اجل الاورال سوليوشن، فعادي يستخدم البروبيلين جليكول كاورال سوليوشن، ما بيأثر لانه النسبة مش كثير عالية، يعني من 15 ل 30 مقبولة. هو غير متطاير مثل الايثانول. طيب بعد الكحول في عندنا الاسيدز. الاسيدز تعتبر نوع من انواع البريزيرفاتيف، اللي هن البريزيرفاتيف اصلا هن عبارة عن اديتيف، فنحن لازم ما نخلط الامور. البريزيرفاتيف هي اديتيف والاسيد هي نوع من البريزيرفاتيف. في عندنا البنزويك اسيد والسوربيك اسيد هاف لو سوليبيليتي ان ووتر. They are used in concentration range for 0.1 إلى 0.5%. Only the non-ionized form is effective and therefore its use is restricted to preparation with pH below 4.5. طيب بيحكي لنا إنه الأسيد هن عبارة في عندنا نوعين من أنواع الأسيد اللي يستخدمون كمواد حافظة، اللي هن البنزويك أسيد والسوربيك أسيد. طبعا ذائبتهم بالمي قليلة، بيستخدموا في تراكيز تقريبا من 0.1 إلى 0.5 فقط. هاي أهم معلومة لازم نحددها، إنه فقط النن أيونايزد منه، إنه اللي غير يعني اللي غير متشرد منه أو غير متحلل منه هو اللي بيكون فعال. فنحن بدنا نحافظ عليهم هذول المركبين في صيغتهم مثل ما هن بدون ما يتشردوا او يتأينوا ضمن المحلول، فالنان ايونايزد هو اللي بيكون فعال. فهذا الشيء بيقود لانه استخدامهن ضمن بي اتش اقل من 4.5 غير فعال. ليش؟ لانه ضمن ال 4.5 بيكون الوسط حمضي، وبما انه الوسط حمضي وهن حمضيات فراح يصير في الهن تأين او بصير ايونايزد، طالما صار ايونايزد فهو بيكون غير فعال. تمام؟ فهاي خلينا نركز عليها. طيب بعد الاسيدز في عندنا الايسترز. الايسترز يعتبر من نوع من انواع البريزيرفاتيف، لها اسم ثاني او نوع اللي هو الباربنز ار ايسترز، مثل عندنا ميثيل ايثيل بروبيل اند بيوتيل اوف بي هيدروكسي بنزويك اسيد. هذا نوع من انواع الايستر. They are used widely in the pharmaceutical product and are effective and stable over a pH range of من 4 إلى 8. إذن بالنسبة للإيستر وبالنسبة للأسيد لازم يكون عندنا الـ pH range أكثر من 4. يعني بالنسبة للأسيد لحتى يكون فعال لازم يكون non-ionized، فإحنا مستخدمه من 4.5 فوق. بالنسبة للإيسترز بيكون فعال أو stable من 4 إلى 8، يعني وسط شوي حمضي ومعتدل وشوي قلوي. لازم نحفظ الأرقام. They are employed at concentration up to about 0.2%. تركيز اللي نحن مستخدمه. Frequently two ester are used to combination in the same preparation. Why؟ ليش نحن ممكن نستخدم في نفس التركيبة نوعين من الإيستر to achieve high total concentration؟ لأنه نحن مستخدمه في concentration قليل، فاحنا نستخدم اكثر من نوع من حتى نزيد من concentration تاعه. To be active agent against a wider range of microorganisms. فهذول السببين اللي نحن ممكن نستخدم في تركيبة واحدة نوعين من انواع الايستر. طيب اخر نوع من انواع البريزيرفاتيف اللي هو الكواترنري امونيوم كومباوند، مركبات الامونيا الرباعية. بنزالكونيوم كلورايد is used at a relatively low concentration حوالي 0.002 to 0.2%، يعني بيستخدم في تراكيز قليلة جدا. This class of compound has a optimal activity over the pH range من 4 إلى 10 and is quite stable at most temperature. تقريبا ال pH اللي بيكون في عليه فعال هاي المركبات من 4 إلى 10 ممكن يكون هو ثابت في أغلب درجات الحرارة. Because of the cationic nature of this type of preservative, it's incompatible with many ionic compounds. An ionic compound. طبعا المركبات هاي بتكون cationic فهي غير متوافقة مع الانيونيك بسبب الشحنة. بعد البريزيرفاتيف نحن بندرس الانتي اوكسيدنت. الانتي اوكسيدنت هو نوع من انواع الاديتيف اللي هي تمنع التأكسد بالنسبة للبرودكت. في عندنا الفيتامينات والاسينتيال اويل والموست اول فات والاويل كان بي اوكسيدايز، ممكن يصير لهن اكسده هاي المركبات. فالاوكسيديشن رياكشن كان بي انيشيتد باي
كيف ممكن تحدث عندنا الأكسدة؟ أول شيء عن طريق الهيت، فمينتين أوكسيدايزابل دراج إن أ كول بليس، فنحن بنحفظ الدواء في منطقة باردة لأنه الحرارة ممكن تعمل أكسدة للدراج أو للمركبات داخل الدراج فممكن يتخرب عندنا، وممكن الضوء، فعشان هيك بنقول إنه استخدمه بعيدا عن أشعة الشمس أو يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس مشان الضوء ومشان الحرارة. لهالشي نحن بنستخدم light resistance container إنه يكون العبوة مقاومة أو مقاومة لل يعني ما بتدخل الضوء فهي مقاومة للضوء. والهيفي ميتال في عندنا أهم إشي اللي هو المعادن الثقيلة effect of trace metal can be minimized by using. طبعا الهيفي ميتال ممكن تعمل oxidation، فإحنا لحتى نتجنب هاي التأثير تبعها ممكن نستخدم عندنا السيتريك أسيد أو الإيثيلين داي أمين تترا أسيتيك أسيد اللي هو الإيديتا، توكوفيرول أو فيتامين إي، عندنا الصوديوم سولفيت والأسكوربيك أسيد وفيتامين سي كان بيوز. طبعا هذول المركبات نحن نستخدمهن لحتى نقلل من تأثير الهيفي ميتال. طيب في عندنا أيضا أديتيف اللي هن السويتينج إيجنت اللي هي المحليات أو الطعم الحلو. في عندنا السكروز is most widely used sweetening agent، أكثر واحد مستخدم هو السكروز. الأدفانتج تبعه أنه هو colorless highly water soluble stable over a wide pH range من 4-8 increase the viscosity mask both salty and bitter taste has soothing effect on the throat. طبعا بالنسبة للسكروز شو هي الفوائد تبعه؟ أول شيء هو colorless ما له شلون، high water soluble ذائبته بالمي عالية، stable over a wide pH range من 4-8 بيكون stable بال pH range من 4-8 increase the viscosity ممكن يزيد من ال viscosity، وزي ما شفنا نحن ممكن نستخدمه أو نستفيد من هذا الاشي. Mask both salty and bitter taste ممكن هو يخفي الطعم الحامض أو المالح والطعم المر فهو بيغطي عليهم. وآخر اشي في عندنا soothing effect إنه تأثير لطيف على الثروت من الأغشية المخاطية أو الأغشية المبطنة للطرق الهضمية. في عندنا البوليهايدريك الكحولز مثل السوربيتول والمينيتول and غليسيرول possess sweetening power and can be used for diabetic preparation. طبعا هاي تستخدم من أجل البدائل عن السكروز أو بدائل عن السكر، فممكن يستخدموا كمحليات من أجل الأشخاص اللي عندهم سكري. بعد هيك في عندنا الفليفرز اند بيرفورمز اللي هن محسنات الطعم، ممكن مش انه طعم حلو ولكن محسنات الطعام. ماسك ان بليزنت تيست اور اوردر بتغطي على الأطعمة أو الروائح غير المرغوبة أو غير المستساغة. Enable to easy identification of the product من خلال الطعم أو من خلال اللون تاعها، يعني لما يضاف هاي الفليفرز على البرودكت نحن ممكن نميز إنه نعرف شو هذا البرودكت. Natural product fruit juices aromatic oil اللي هي بيبرمنت أو الليمونز ممكن نستخدمهن أو نستخرجهن من مصادر طبيعية. Artificial perfumes are cheaper more readily available and more stable than natural product. في عندنا بعض البيرفومز العطور يعني المعطرات للنكهة نحن ممكن نصنعهم تصنيع فهي بتكون أرخص وأكثر استخداما وشيوعا من الطبيعية. طيب preparation of solution ضمن تحضير السوليوشن، most pharmaceutical solution are unsaturated with solute. طبعا بالغالب السوليوشن اللي احنا بنصنعه ما بيكون ساتوريتد بالنسبة للسوليوت، يعني ما بيكون سوليوت مغطي السولفنت بشكل كامل. Thus the amount of solute to be dissolved are usually well below the capacity of volume of solvent employed. فكمية السوليوت لحتى انه يصير في لها اذابة غالبا بتكون تحت السعة الكاملة بالنسبة للسولفنت. نفس الحكي انه هو unsaturated، بما انه هو unsaturated فما عندنا كمية السولفنت او السوليوت اللي الكاملة لحتى تغطي السوليوت بتكون اقل فهي بيلو. The strength of pharmaceutical preparation are usually expressed in term of percent strength. طبعا قوة التحضيرات الصيدلانية نحن ممكن نعبر عنها بما يسمى بالبيرسنت سترينث. Some chemical agent in a given solvent require an extended time to dissolve.
بعض المواد الكيميائية اللي بتكون موجودة ضمن السوليوشن راح تحتاج إلى وقت كبير لحتى يصير في إلها إذابة ضمن السولفنت. To fasten the solution لحتى نسرع من هاي الذوبان, a pharmacist may employ one of several techniques such as. طبعا في عندنا بعض التقنيات اللي بيستخدموها المصنعين أو الصيدلانيين لحتى يزيدوا من الديسوليوشن أو يسرعوا من الديسوليوشن. أول إشي اللي هو applying heat, إنه نحنا بنزيد الحرارة, بنعلي الحرارة فبصير عندنا زيادة أو سرعة بالذوبان. ثاني إشي reducing the particle size of the solution, بنقلل حجم ال particle size ضمن السوليوشن. وممكن نستخدم solubilizing agent, solubilizing agent راح تزيد لنا من سرعة الذوبان. آخر إشي في عندنا subjecting the ingredient to vigorous agitation, بصير في عندنا تأثير أو إثارة أو تحفيز هاي السوليوت لحتى يصير في عندنا تفاعل ونسرع من تحضير السوليوشن. طيب بالنسبة للحرارة اللي نحن ممكن نطبقها على البرودكت لحتى نسرع من السوليوشن, Many medicinal agents are destroyed at elevated temperature and the advantage of rapid solution may be completely offset by drug deterioration. فزي ما حكينا انه درجة الحرارة العالية ممكن تدمر بعض العوامل او المواد الطبية اللي بتكون موجودة اصلا ضمن المركب. فمن المحاسن للرابيد سوليوشن انه التشكيل السريع بالنسبة للسوليوشن انه بنتجنب تدهور الميكسشر او البريبريشن اللي احنا عم نحضره ضمن درجات الحرارة العالية. طيب if volatile solute are to be dissolved or if the solvent is volatile زي الكحول, the heat would encourage the loss of this agent to the atmosphere and must therefore be avoided. طبعا بالنسبة إذا كان عندنا السوليوت متطاير أو اللي نحن بدنا نذوبه ضمن السولفنت, أو إذا كان السولفنت نفسه هو عبارة عن مادة متطايرة, طبعا درجة الحرارة راح تشجع على خسارة هاي العوامل من المركب إلى الجو. فهذا الشيء ممكن نحن, فإحنا لازم نتجنب الخسارة لهاي الايجنت. Certain chemical agent particularly calcium salt undergrow exothermic reaction as they dissolve and give off heat. طبعا في عندنا بعض المواد الكيميائية وخاصة أملاح الكالسيوم راح تخضع إلى تفاعلات كيميائية طاردة للحرارة لما يصير في عندنا ذوبان إلها. طيب for such materials the use of heat would actually discourage the formation of a solution. في بعض الحالات استخدام الحرارة بشكل أساسي راح يشجع على تشكيل السوليوشن, ولكن مش دائما هو يستحسن أنه نرفع درجة الحرارة, لأنه بعض الأحيان ممكن درجات الحرارة بتخرب الكومباوند اللي موجودة ضمن البريبريشن. A pharmacist may choose to decrease the particle size of the solute by comminution, grading a solid to fine state of subdivision with mortar and pestle on small scale or industrial micronizer on large scale. طيب الفارماسيست بيلجأوا الى الخاصية انه يقللوا من حجم البارتيكل سايز, من حجم الجزيئات, عوضا عن رفع درجة الحرارة. فهذا الشيء ممكن هم يطبقوا عن طريق المدقة والهاون والمدقة في الصناعات, يعني في المجال الضيق, أو ممكن يستخدموا عندنا جهاز صناعي أكبر في حال الصناعات الكبيرة. طيب بالنسبة للستابيليتي أوف سوليوشن رح ندرس الستابيليتي أوف سوليوشن كيف تتحقق, شو هي الستابيليتي. Both physical and chemical stability of solution in their container is very important. طبعا الستابيليتي بالنسبة للبرودكت أو البريبريشن شيء هام جدا, من الناحية الفيزيائية الاستابيليتي الفيزيائية والكيميائية, يعني انه المركب او المركبات اللي داخلة في البريبريشن تكون محافظة على صيغتها على المركبات, ما يصير عندها تخريب لأي مركبات. وبالنسبة للحالة الفيزيائية انه يكون الوضع الفيزيائي اللزوجة تبعه والطعم تبعه واللون الى اخره لازم يكون محافظ عليها. A solution must retain its clarity, color, odor, taste, and viscosity
over its shelf life. زي ما حكيت لكم انه لازم يكون في عندنا solution محافظ على النقاء تبعه، اللون، الرائحة، الطعم واللزوجة. The formulation pharmacist must be wary of chemical interaction between the various components of a solution that may alter the preparation stability and or potency. طبعا الصيدلي اللي بيحضر هذا البريبريشن لازم يكون يتجنب او يكون يعني مدرك انه يكون ما يكون في عندنا انتر اكشن بتوين الكومبوننت ضمن السوليوشن اللي ممكن يغير لنا من الاستابيليتي. يعني اذا صار في عندنا اي تفاعل ما بين تو كومبوننت ضمن الميكستشر وراح يغير لنا من الاستابيليتي، فلازم يكون نحن متجنبين هذا الاشي. For instance, ester of B-hydroxybenzoic acid frequently used preservative in oral preparation. بالغالب في عندنا مركبات أو مستحضرات الإيستر ممكن نستخدمهم كبريزيرفاتيف بالنسبة للمستحضرات اللي بتكون على شكل أورالي فموي. ف have a tendency to partition into certain flavoring oil. إلها القدرة أو الميل لأنه تصير في عندنا تتقسم إلى بعض محسنات أو زيوت منكهة لل preparation. The partitioning effect could reduce the effective concentration of the preservative in the aqueous medium of pharmaceutical product below the level needed for preservative action. طبعا هذا التقسيم أو تحول الإيستر إلى الفلافرينج أويل راح يقلل من النسبة الفعالة أو نسبة أو كمية التركيز الفعال بالنسبة للأكتيف إيجنت، وهذا الشيء راح يقلله ضمن أو تحت المستوى المطلوب لحتى يعمل كبريزيرفاتيف. طيب بالنسبة للدراي ميكستشر فور سوليوشن، نحن لما نحول أو السوليوشن أو قبل ما نحوله لسوليوشن ممكن نحفظ الأكتيف إنجريدينت والبريبريشن كاملة على شكل باودر لحتى نحن ما نخسر الاستابيليتي تبعها. فهي احدى طرق الحفاظ على الاستابيليتي بالنسبه للسوليوشن، فنحن نعمله على شكل دراي ميكستشر. A number of medicinal agent particularly certain antibiotic مثال عليه البنسلين V have insufficient stability in aqueous solution to meet extended shelf life period. وعدد كبير من الميديسينال ايجنت المواد او العوامل الطبيه اللي نحن بنستخدمهن ما بيكون في إلها كمية كافية أو كفاية ثباتية كافية بالنسبة إلها ضمن aqueous solution لما تكون على شكل solution لحتى أنها تستمر خلال الشيلف لايف، فترة الشيلف لايف تبعها. فنحن ممكن نخسر الاستابيليتي تبع المركبات، فمشان هيك نحن شو بنعمل؟ The commercial manufacturers of this product provide them to pharmacist in dry powder. زي ما حكيت لكم انه نحن نحفظ هاي المواد على شكل dry powder، على شكل بودرة، or granules form على شكل حبيبات for reconstitution with prescribed amount of purified water immediately before dispensing to the patient. يعني نحن ممكن نحفظ هذا السوليوشن على شكل بودرة، ليش؟ لانه عندنا الشيلف لايف تبعه الاستابيليتي تبعه ضمن الشيلف لايف تكون قليلة، ضمن فترة حياة الدواء تكون قليلة. فنحن بنحفظ هاي المواد على شكل باودر او على شكل حبيبات ضمن عبوة، فقبل استخدامها من قبل المريض ممكن نضيف عليها purified water لحتى يصير عندنا عبارة عن solution ويكون عندنا الاستابيليتي تبعها بتكون عالية وبتكون الشيلف لايف تبعها في بدايته. The dry powder mixture contain all of the formulative component including drug, flavorant, colorant, buffers and other except for the solvent. زي ما حكيت لكم انه هاي البودره بتكون عباره عن كل المركبات اللي نحن انتجناها ما عدا السولفنت، السولفنت اللي هو عباره عن المي اللي نحن نستخدمها او البيوريفايد ووتر اللي نحن نستخدمها. فالدراي باودر هو عباره عن كل شيء نحن صنعناه ما عدا السولفنت. Once reconstituted by the pharmacist, the solution remains stable when stored in the refrigerator for the labeled period usually من 7 الى 14 يوم. عشان هيك نحن لما نرجع نعمل من هذا الباودر سوليوشن فبيظل عندنا السوليوشن ثابت وبيحافظ على فعاليته، فبنحفظه في الثلاجة لفترة معينة غالبا بتكون من 7 الى 14 يوم. This is sufficient period for the patient to complete the regimen usually prescribed. زي ما حكيت لكم انه هاي المرحلة بتكون كافية لحتى انه يحافظ على الاستابيليتي
وبيكون عندنا المريض تعافى او بيكون عندنا انتهى من الانفكشن اللي بيكون صاير عنده. In case the medication remains after the patient complete the course of therapy, the patient should be instructed to discard the remaining portion which would be unfit for use at later time. طالما انه خلص عندنا هاي الوقت وما تعافى المريض فبهاي الحال لازم يتخلص منه ويجيب عبوة جديدة يرجع يحلها ويستخدمها مرة أخرى.